السلام عليكم صحباتي، لاباس عليكم؟ كي داير؟ مع الصحه هانين. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ويلقاكم نشطه. يا ربي البنات كنشكركم بزاف 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 على التعليقات اللي خليتو لي. الله يخليكم لي يا ربي، والله يدوم محبه لله. صحباتي اللي يعني دخلت عندنا جديده في القناه وكتسمع عرفتناش حنا فين كاينين، حنا اختي حنا كاينين في حي الازهار اللي جا فوق البرنوسي بالضبط في الدار البيضاء. كتدخلي لحي الازهر سولي على تيره الوفاء، ملي كتوصلي تيره الوفاء عاد سولي على قهوه المرضي ومرحبا بك. ولي دخلت عندنا جديده تابونات عندنا كنقول لها مرحبا بك اختي في القناه عندنا. طيب تحدي ما تلقيش حاجه جديده وشي حاجه زوينه، واللي اللي كتبغي البلدي غتلقاها عندنا. يعني اي حاجه كنخدموها في البلدي ولا ويلا عندنا، تبارك الله اللوينات والخديمه في الجلالب والطرز على الانواع والاشكال. مرحبا بالجميع. البنات اليوم عندنا فيديو ديال البيع، كي قلت لكم ان شاء الله غيكونوا جليبات غزالين مخدومين في الثوب سخيخان كشمير وشي حاجه زوينه. يا ربي يا ربي ترحمنا بالشتا، يا ربي ويا ربي تعطيها لنا على قد نفع. ما نطولش عليكم ياك صحباتي، نبداو بهذه غزاله البنات. هذا كشمير ولكن كشمير سخيخون يعني سخين نيت، وما غليتش بزاف وما تقيلش بزاف. هذا في الكري ومرشوش بالكري درهم، يعني مرشوش بالكري بارد. شفتوها هي الجلابه شي حاجه غزاله في الثوب، شفتوها؟ نقرب لكم باش تشوفوا الثوب. هذا الثوب البنات راه كاليتي في الثوب، يعني عطيك شي حاجه كاليتي خدمت به، يعني ماشي اول عام كنخدم به الثوب، يعني كنخدموا به وعطيك فيه الكارانتي، يعني ما يتحببش لك وما يتشنتفش لك. شي حاجه غزاله وشي حاجه طبطب، يعني شي حاجه غزاله غزاله خدمناها بصفه ملكيه. البنات راكم عارفين بان الموضه تبارك الله هذا العام في صفه ملكيه طالعه بزاف، خدمتها بصفه ملكيه شفتوها. ها هي نقربها لكم، وخدمتها بخدمه المعلم بالرقيق. شوفوا الخدمه المعلم محبوكه تبارك الله، جات غزاله شفتوها. خدمتها بعقيده بلديين، درسنا ليها شتي القب كامل شي دريسه البنات كي غادي شفتو، ودرسنا حتى الكميمات. ها هي لا فينيسيو ديال الكمانتم شفتوها البنات. ها هي يعني ما كيقولوا بان الثوب غليظ ما يجيش تحت من السيفه، لا ها هي جات شفتوها لينا، ماشي شي ثوب غليظ بزاف. لا فينيسيو ديالو نقيه، خديمه نقيه البنات شفتوها انت خدمه المعلم، كي جات رقيقه الطريسنا حتى هما رقاق غزاله، خدمات غزاله. افتحات في الجناب البنات شفتوها، هاي افتحات في الجناب، ثوب غزال كاليتي في الثوب البنات. هادي في الكري البنات ومخدومه بالكري درهم شي حاجه زوينه. نعطيكم القياسات ديالها، 42 في الكتاف، 59 في الطولكم، 33 في الصدر، 32 في الحزام، 34 في الحوض، والطول مترو و 37. الطول راه كيوصل حتى المترو 42، وهادي البنات كتبقى ب 700 درهم البيع ديالها. شي حاجه غزاله كي قلت لكم كاليتي في الثوب، الثوب ديال 250 درهم البنات كشمير بروميان، يعني شي حاجه غزاله. والخديمه راه نقيه شفتوها غزاله ونقيه الخديمه. شوفوا هذه صحباتي تخدمات باليد البنات، بالطريزات باليد بالصوفه رقيقه شفتوها، هذه راه كلها بالخدمه اليد محبوكه ونقيه. شفت الطريزه كي دايره البنات، هذه الدقه الفرنسيه جات غزاله شفتوها هنا، وكاينه فيها فوق الفتاحي، هانتم كاينه رشيمه فوق الفتحه، ماشي صغيره الفتحه نيت، يعني طريزه طويله فوق الفتاحي، كتجي غزاله كتجي زوينه. اللوانات اللي دخلنا ليها مع هاد الثوب كشمير، يعني هو الكشمير نواغ وفيه نقيطات بالكري شفتوها، ها هي رشيمه. والثوب نواغ كي قلت لكم البنات مرشوش بالكري، دخلنا فيه هاد اللوينات جاو زوينين، يعني كاين هذا كيبان لكم هنايا محمر ماشي محمر، هذا لون العافيه، يعني جاي بحال شكل ديال العافيه، راكم عارفين ما هو احمر ما هو اورانج. وهذا هنا السومو البنات، هنا هذه الخضر فيغ او، هذا البنات الكري، يعني الكري فاتح مشات غزاله. ها انتم القب البنات، الخياطه ديالو نقيه، خدمتها بنص ثوق ضفيره وعقيدات شفتوا عقيدات بلديين. الكميمات وفيها افتحات في الجناب،
نعطيكم القياسات ديالها. 44 في الكتاف، 59 في الطول لكم، 31 في الصدر، 30 في الحزام، 34 في الحوض، والطول متر و 38. هذه البنات كتبقى ب 800 درهم البيع ديالها. وكي قلت لكم الثوب تاع كاشمير يعني شي حاجه غزاله، والطريزه باليد بالصوفه شي حاجه غزاله. لا عجبتها شي حاجه تسكرينيها ودوز عندي الواتساب. شوفوا هذه البنات، برشمان كامله باليد، مخدومه واقفه كامله باليد. الثوب كاشمير دي ميسيزو، هذه يعني كاشمير ديالها رقيق وفي نفس الوقت سخيخان يعني سخون. نعطيكم باش خدمناها بعد، نعطيكم الالوان. كاين هنا هذا الغوج بغيك، ودخلت فيه المسكي ودخلت فيه شويه الخرشفي. هذا البنات راه خرشفي، وهذا راه ماشي برونكاسي، هذا راه مسكي البنات مع الغوج بريك. شفتوها جات غزاله، شوف الرشيمه كي جات زوينه، حد الديكور غزال. شفتو موديل جديد وخدمه زوينه. انتو عندك طريزه هنا في الكمام، شفتوها المرمم من الداخل، برشمان كتكون فيه مرمم من الداخل في راس الكم. وكاينه الطريزه عاوتاني في الفتحه. نعطيكم العبار ديالها، هذا واحد البيج جاي بحال باش ترابي غامق شويه. شفتوا راه كيبان لكم اللون، دابا راه كيبان اللون مزيان، هذا هو اللون ديالها اللي كيبان. نعطيكم العبار ديالها، 41 في الكتاف، 59 في الطول لكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 32 في الحوض، والطول متر و 36. والطول راكم عارفين يمكن لي تزاد حتى متر و 40. برشمان غزال، خدمته نقيه ورقيقه، شفتو غزاله غزاله. شي وحده لا عجبتها تسكرينيها كيف يعني كيفاش كيتم البيع البنات، يعني الموديل اللي عجبك كتاكدي من العبار ديالك صاحبتي، كنقولها لكم يعني تاكدوا من العبار ديالكم. كتلقايها في العبار ديالك كتسكرينيها وكتدوزي عندي الواتساب، كطلبيها مني باش نخليها لك، كنعطيك رقم الحساب ديالي، كتحطي ليا فيها الامانه وكتزيديني 50 درهم وانا كنصيفطها حتى لعندك اختي. هذه البيع ديالها ب 800 درهم البنات. شوفوا هذه البنات كاشمير غزاله، مخدومه بالترداخ، مخدومه بالترداخ غير في الصدر البنات، ما كاينش في الكمام. ها انتما هايا افتحات في الجناب، كاشمير اللون ديالو غزال، هاد المخدر جبارت على فيغ واحد الخضر جا غزال. والثوب ديالو ماشي يعني كاشمير غليظ بزاف، يعني كاشمير يتلبس وما غليظش بزاف وخفيف البنات. نعطيكم القياسات ديالها، 39 طي صغيره صحباتي، 39 في الكتاف، 61 في طولكم، 28 في الصدر، 27 في الحزام، 30 في الحوض، والطول متر و 37. وهذه حتى هي كتبقى البنات ب 800 درهم. هذه غير الخياطه ديالها بوحدها ب 800، انا غنبيعها كامله ب 800 بالثوب ديالها بكلشي. والثوب راه كيدير 250 البنات. هاي هذه حتى هي بحال البنات بالترداخ باللوينات، شفتوها اللوينات ديالها غزالين. هذا المغلوق ديال الثوب والمفتوح ديالو، اللون ديال الثوب وهذا الشويبي جا غزال. هذا راه البرونز اصحاباتي، شفتو هذا البرونز كيجي غزال، كلها واقفه باليد، برشمان باليد البنات. شفتو هادو اللي واقفه باليد، المرمه باليد، شبيكات باليد، بياسه كلها واقفه باليد، التطريز ديالها ولا الخياطه ديالها كلها واقفه باليد. افتحات في الجناب، نعطيكم العبار ديالها. العبار ديالها 40 في الكتاف، بعدا ما قلتش لكم شنو النوعيه ديال الثوب. هذا النوعيه ديال الثوب كاشمير، كاشمير جا فيه واحد الغوز بارد ومرشوش بالغوز غامق شويه، ماشي يعني غوزي بحال شكل ديال المرتدين، لا ترابيه، تجات غزاله، اللوين ديالو خاطر. شوفوا الكاشمير باش تعرفوا بان راه كاشمير، ولكن ما غليتش بزاف، كنجمعوا بايدي وما كيتكمش وما كيتحببش البنات، لان بزاف الناس كيخافوا من الثوب ديال الكاشمير اللي كيتحبب. انا كنقول لكم ما تحببش،
ولا صبنتيها ولبستيها وتحبات ليا رديها ليا ونعنصيب لواحد اخر ولا رد ليها فلوس، حيت انا عارفه عطيك شي حاجه كاليتي غزاله. غنعطيكم دابا العبار ديالها، 40 في الكتاف، 60 في طول الكم، 29 في السدر، 28 في الحزام، 30 في الحوض، والطول مترو 39. هادو لي طي صغار، هادي ماشي صغيره بزاف، المهم تقريبا الان بحال هكا الام جا مزيانه 29 في السدر. شوفوا هادي صحباتي الكاشمير، حتى هي فرنده باش كتشوفوا بان الكاشمير كيجي غزال فرنده. بزاف الناس اللي كتخوف من الرنده، انا ما كتمشيش مع الكاشمير، بالعكس البنات هي كتجي غزاله، خاصه غنعلمك كيفاش تخدمها. شوفي كيفاش تخدمات، جات غزاله. دخلنا فيها الغوج بغيك، دخلنا فيها واحد الصفيفر مسكي، ودخلنا فيها هذا الخرج فيه، جات غزاله. والزيتي راكم عارفين توقفات كامله اللون في اللون، يعني تضريس وتلاقيه في الجناب كلها تخدمات اللون في اللون. هذا كاشمير البنات في الزيتي، ملاقيه حتى هي باليد البنات، شفتوها يعني تلاقيه كلها مخدومه، يعني بحال حطيتيها بايدك. راه ما كتصبحوش يعني يعني البيع، راه خدمه سواقيه، غير هذه غير البيع، غير دوزي، ولا هذه ماشي البيع، كتوقفي عليه بانك حطيتيها عندنا. كيف كتخدم البياسه ديال الكليانه كتخدم البياسه ديال اليد، اصلا مع الماس ما كيعرفوش واش هذه البيع ولا ماشي البيع. انا كنفصل كنعطيهم الخدمه كامله، يعني كنعطيها كيف البياس ديال الكليانه كيف البياس ديال البيع، كنعطي كل شيء. البياس ما كيعرفوش اصلا، المعلميات ولا المعلميه اللي عندي ما كيعرفوش واش ديال البيع، باش كتعرفي بان البياسه ديالك كدوز بحال الخدمه ديال المحل، بياسه البيع كدوز كيف ما هي. هذا هو اللون ديالها البنات، شتي دابا ملي درت لكم هكا مع الاضاءه، هذا هو اللون ديال الثوب كشمير البنات في الزيتي، تخدمات براندة رقيقه. نعطيكم العبار ديالها، 44 في الكتاف، 62 في طول الكم، 34 في الصدر، 33 في الحزام، 35 في الحوض، والطول مترو 40. هذه طاية كبيره، وهذه البنات يعني ناقصه فيها غادي نبيعها كامله ب 800 درهم، وراه غير الثوب بوحدو كيدير 250. اي وحده عجبتها شي حاجه كيقول لكم البنات سكرينيا ودوز عندي الواتساب. شوفوا هذه البنات حتى هي هي رشمه ديال الورده اللي لقات الاقبال تبارك الله بزاف بزاف بزاف. هاد الرشمه لقات الاقبال بزاف، يعني كانوا كيطلبوها الناس في البيع وكيحطوها دابا عندنا بزاف. في ناس نقتاد الفرصه ونقول لكم بان بالنسبه لهاد الموديل البنات، بالنسبه خصوصا الورده، راه كتشد الوقت شويه، يعني اللي بغات تحطها عندي تصبر عليا شويه، كتاخذ الوقت. علاش ما كنوجدوش فيها في البيع بزاف؟ حيت هي اصلا ثقيله شويه في الخدمه ديالها، كتشد الوقت صاحبتي. هذه تخدمات في كشمير رقيقه البنات، خدمات في واحد الباج غزال، باج ترابي، خدمناه بالغوز فيشيا، بالغوز بيبي، الغوز رماني، وال يعني هذا المخده البارد مع الزيتي كتجي غزال. شوف الورده كي دايره بحال مرسومه، ما مخدوماش راندا بصراحه تبارك الله على المعلمات كاملين، يعني من الفوق لتحت، والمعلميه كاملين. انا كنت تبارك الله ملي كنشوف الخدمه راه ماشي كنشكرهم هكاك، يعني الخدمه نقيه وكتعجبني. اما الخدمه اللي ما كتعجبنيش راه كنرد عليهم في البلاصه، وما اصلا عاد تعوضوا معايا، يعني ما بقاش كيخدموا شي حاجه ما كتعجبنيش. شوفوا التدريس ديالها، لا فينيسيو ديالها غزاله، تخدمات كامله البنات اللون في اللون. انت راه كنخدموها بالدقه، يعني ماشي زعما خدمه خفيفه غا السوق رادت البيع دوزي، لا خدمه نقيه. كي قلت لكم البنات تخدمات كامله اللون في اللون، دخلنا اللوينات غير في الورده بوحدها. نعطيكم العبار ديالها، 45 في الكتاف، 60 في طول الكم، 33 في الصدر، 32 في الحزام، 34.5 في الحوض البنات، والطول متر 40. الطول راكم عارفينو كيتنقص وممكن له يتزاد، هذه توصل حتى ل 45 حتى 44 في الطول. البيع ديالها اختي ب 1100 درهم، هادي باش تعرفوا يعني البيع ديالها ب 1100 درهم، شي حاجه غزاله. والثوب ديالها كيدير 250 درهم، ناقصه فيها 150 درهم، والخياطه ديالها كدير 1100 درهم باش كديرها البنات. لا الخياطه ديالها البنات ب 1000 درهم، والبيع ديالها كنبيع دابا ب 1100 درهم. غزاله غزاله. شوفوا هادي البنات برشمان، هاد الرشمه راها غزاله غزاله، كتلقى الاقبال بزاف عندي. دابا الناس اللي كيخيطوها وراه عارفينها كيفاش يعني كيفاش كطلع، والناس كيشوفوها عندي بزاف، يعني بحال هكا في الفيديوهات ديالي كيشوفوها بزاف. هذا الغوج بغيك في الكشمير، خدمت فيه واحد اللوينات غزالين وطلعوا غزالين غزالين.
طلعت الهبال. شوفوا صحباتي عندكم هنا المسكي والموطارد مصفر والمرتدي لا باهته، عرفتي راه جات غزل عرفتي مباشره، راه ماشي بحال صراحه مباشره الطوب. شوفوا هاي غزاله، شوفوا الخدمه كي محبوكه، القلب على القلب كي كنسميوها دار شماده القلب. شوفوا غزاله محبوكه وحيده على وحده، ما يبانش لك التعواج وتبان لك الخدمه ورقيقه بابا. يعني واخا تكون في البرشمان، يعني البرشمان واخا يكون كاشمير كنخدموه بالرقيق. شوفوا هنا شفتوا الهبطه كي دايره صحباتي، غزاله غزاله. شوفوا هنا الصبيقات في الهبطه، كاينه مزوقه فوق الفتاحي باش كتجي بحال هكا. كنتي لابسه شي بوتيو ولا كنتي لابسه شي بالغينه كتجي غزاله. شوف الفتحه. وعاوتاني عندنا في الكمام والمرمل داخل، جات غزاله. نعطيكم العبار ديالها، 40 في الكتاف، 60 في طولكم، 30 في السدل، 30 في الحزام، 32 في الحوض، والطول مترو و 38. الطول راكم عارفينهم كلو يتنقص، وتزاد البيع ديالها صحباتي ب 800 درهم. عرفتي هادي راه الخياطه ديالها بوحدها ب 700 درهم، ناقصه فيها 150 درهم، غير اللي ما بغى يشري. هادي كاشمير كي قلت لكم في النوار ومرشوشه بالكري، كري غزال، واحد الكري فنان غزال غزال. خدمتها بهاد الزواقه، الزوقه كتجي غزاله في خدمه المعلم، كتجي بالدولاره مدوبله، كتجي هنا لويت، كتجي غزاله. كنديروا البليغات هنا كتجي زوينه. انتم البنات لا فينيسيو كي دايره، ما كتبانش لكم السورجي ولا يبان لكم يعني شي حاجه نقيه غزال ولا الماكينه. شفتوها كتدرق، درسناها في القب. زوقه كاينه عندنا في الكتاف، شفتوها نوريكم الكتاف عاوتاني في الظهر، كتجي زوينه. انتم شفتوا اللويت كاينه هنايا المعلم لا فينيسيو كي دايره. شفتوها ما كيبانش لكم ان الزواق ديال المعلم فيزلين ولا هذه، ملي كتهزي يدك كتبان بحال اليد. والتضريس في الكمام شفتوا كي داير، فيها جوج فتيحات في الجناب، فتيحات فيهم خدمه المعلم شفتوها، كلها تخدمت بالكري. الثوب ديالها غزال صحباتي. نعطيكم العبار ديالها اجي بعدا، انا ملي كنقول صحباتي راه عاوتاني كنقول صحباتي وامهات ديالنا خواتاتنا كلشي متتبعات ديالي كاملين. ملي كنقصد صاحبتي راه كنقصد بها كلشي، حيت كيقولوا لي كتبقى تقولي غير صاحبتي صاحبتي، وحنا الامهات فين كاينين؟ بالعكس على الراس والعين، نتوما فوق راسي الامهات. الله يخليكم ليا يا ربي. نعطيكم العبار ديالها، 41 في الكتاف، 59 في طولكم، 31 في الصدر، 30 في الحزام، و 33 في الحوض، والطول ديالها متر 37، الطول كيمشي حتى 42 في الطول. وهذه كتبقى ب 700 درهم صاحبتي، شي حاجه غزاله البنات. انا كنعطيكم شي حاجه غزاله في الثوب ولا شي حاجه غزاله في الخدمه، العقيدات بلديين وما كاينش غير الطراسن. راه اغلبيه الناس اللي كيبيعوا راه كيخدموا لكم غير الطراسن، انا ضروري ما تكون الضفيره وما يكون العقادي بلديين، يعني كتكون الضفيره هنا البنات. هانتوما باش تركزوا هنا فين كتكون الضفيره، شفتوها؟ اخلي حامد مع الشمش. شفتوها هنا فين كتكون الضفيره، معلقه تحت ملعقه هذه كتكون الضفيره، كتجي غزاله حيت الضفيره كتملح الجلابه، كتجي غزاله. وهذه كي قلت لكم البيع ديالها ب 700 درهم. شوفوا هذه البنات مليفه، يعني سخونه ماشي مليفه رقيقه، مليفه سخونه يعني في دوبل فاس. هذه البنات جايه بلو مارين نوار ومرشوش بها هاد التيركوا، شفتوا ملي كنقرب راه ما كيبانش، ولكن هذا هو التيركوا. ها هو كيبان لكم هنا في الخدمه، راه كتبان لكم هذه خدمه المعلم، الخدمه ديالها نقيه فيها جوج فتيحات في الجناب عطيكم هاد لكم مفيش العبار باش تبان لكم الخدمه. انتما الخدمه ديالها جات غزاله، خدمه المعلم خدمه نقيه لا فينيسيو كي دايره، باش ندرقوا الفيزلين، ندرقوا الخدمه اللي كتكون داخل في خدمه المعلم. ملي كتهزي ايدك ما كيبقاش يبان لك هذوك التخربيقات اللي كيكونوا لنا، راكم عارفين شنو نقصد بالتخربيقات. مخدومه هابطه كامله بالغورميت البنات، والضفيره والطريسنات شفتيها غورميت مخدومه باليد وخدمه المعلم.
نعطيكم العبار ديالها، 43 في الكتاف، 59 في طولكم، 31 في الصدر، 31 في الصدر، 30 في الحزام، 34 في الحوض، والطول مترو 38، الطول غيبقى حتى المترو 40 42 يمكن له يتزاد. هذه البنات كتبقى ب 700 درهم. الثوب ديالها خطيره البنات، يعني شي حاجه غزاله، وكاليتي ديال الثوب ومليفه ديالها غزاله. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم يا ربي، وتلقاو القياسات ديالكم في الجلابه اللي نتوما اللي بغيتو، ولا شي وحده ما لقاتش القياس ديالها وعجباتها هذيك الجلابه وبغات تصيب بحالها في القياس ديالها، حتى هي مرحبا، يمكن لها دير دوموند عليها ونصيبوها لها. والسلام عليكم، فيديو واحد اخر. بلاتي قبل ما نخرجوا من الفيديو ما تنساوش تعطونا لايك ديالنا، تعطيونا الجيمات، تشجعونا، تبارطاجيو اي شي حاجه غزاله نستافدوا منها. مرحبا مرحبا بكم البنات، السلام عليكم، فيديو واحد اخر.